أيها الحضور الكرام، والآن مع الإيمان، مع الدين، مع الكلمة الدينية والثقافية، مع دكتور أحمد نصار، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الصالحين الوجل والإشفاق، فلا يدري الإنسان في أي الدواوين كتب، ولا في أي الفريقين يساق. فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس في ذهابه وإيابه. وبعد، فالشكر موصول إلى جميع أهالي قرية شوشاي، وعلى رأسهم عمدتنا الموقر عمدة القرية، وتحية كريمة إلى المنصة الكريمة. كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى مجلس إدارة مركز شباب شوشاي، ولا يفوتني أن أترحم على صاحبي السيرة العطرة الذي كان يجلس في مثل هذه المجالس من كل عام، صاحب المعالي الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، رحمه الله رحمة واسعة. وإني لأذكر فيه قول الشاعر: فأخلاق العظام وإن نمت فأربعة منها تفوق الكل: تواضع بلا كبر، وصفح بلا أذى، وجود بلا من، وحلم بلا ذل. الحقيقة أننا في هذا الشهر، شهر مارس، نعيش مناسبتين عظيمتين. أما الأولى وهي التي دعيت إلى الحديث عنها، وهي مناسبة 21 من شهر مارس، وهو عيد الأم، صاحبات الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى. لكن يسبق هذه المناسبة مناسبة عظيمة كذلك، وهي 9 من مارس، ذلك اليوم المسمى بيوم الشهيد، والذي خلدت فيه قواتنا المسلحة ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض. وكان ذلك في عام 1969. والحقيقة أن بين هاتين المناسبتين ترابط عظيم بين هذا اليوم وهو يوم الشهيد، وبين عيد الأم ترابط عظيم. فالشهيد الذي قدم نفسه فداء لوطنه ودفاعا لأرضه وعرضه ولأهله، هذا الشهيد لا بد أنه قد أعد إعدادا عظيما، وتربى تربية صحيحة سليمة. لا بد أن هذا الشهيد تنشأ على محبة بلده وعلى الانتماء إليه، وأصدق دليل أنه قدم نفسه فداء لوطنه وفداء لأرضه وعرضه.
وكما يقولون أن كل وراء عظيم امرأة فكذلك وراء كل شهيد امرأة ربت وأحسنت التربية، فإن نفسية الشهيد كما يقولون أنه يحب الخير للجميع وأنه يفرح بوصول الخير إلى جميع الناس وأنه يؤثر غيره على نفسه، وأصدق دليل على هذا أنه قدم روحه ليحيى أهله من بعده وليدافع عن أرضه وعن وطنه وعن عرضه. وهكذا ينبغي أن تكون كل أم أن تربي أبناءها على محبة بلادهم وعلى محبة أوطانهم، وأن تغرس ذلك في قلوبهم كما تغرس في قلبه كل خير. فكم من نساء صنعنا أبطالا، وكم من نساء صنعنا علماء ملأوا الدنيا بعلومهم ونوروا الدنيا بثقافتهم. وإنني لأكتفي بنموذج بسيط جدا، لقد كان فاروق الأمة عمر رضوان الله عليه يمشي ذات يوم يتفقد أحوال الرعية في ليلة شاتية مظلمة، وبينما هو يمشي إذ سمع حوارا جذابا بين أم وفتاتها، تقول الأم لفتاتها: هيا يا ابنتي أمزج اللبن بالماء، يعني اخلط اللبن بالماء قبل أن يطلع الفجر. فقالت الفتاة: يا أماه، إن أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء. فقالت، يعني أمها: إن الناس يمزجون، ومن سيخبر أمير المؤمنين عمر الآن؟ فقالت الفتاة: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. وهنا أطلق عمر جناحيه إلى الهواء ليطير بهما سريعا إلى بيته. يا عاصم، من عاصم؟ إنه ولده. فقال: لبيك يا أبتي. فقال: اذهب إلى البيت الفلاني فإن فيه فتاة فتزوجها. ورب عاصم لبى رغبة أبيه وتزوج من هذه الفتاة الصالحة، ورزق منها بفتاة صالحة أخرى أسموها ليلى وكنوها بأم عاصم. تزوجت هذه المولودة بعد أن بلغت سن الزواج رجلا من خيار بني أمية، إنه عبد العزيز بن مروان الذي رزقهما الله برجل عاد بالناس إلى عهد الخلافة الراشدة، رزق بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هذا الغلام الذي لم يتجاوز من عمره 25 سنة يقول في حقه أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس هو صحابي من أصحاب رسول الله وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من العمر 10 سنوات، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر والبركة في الرزق. هذا الصحابي الجليل الذي صلى مئات المرات خلف رسول الله، وصلى خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي عليهم جميعا رضوان الله، يقول: والله ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاتي خلف هذا الإمام. يقصد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. إنه
الغلام الذي لم يتعد العشرين سنة ويقول في حقه مجاهد بن جبير، وهذا الرجل هو إمام من أئمة التفسير، وكان قد قرأ القرآن 33 مرة على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول جئنا لنعلم عمر بن عبد العزيز فوالله ما رجعنا حتى تعلمنا نحن منه. ويقول العلم الفقيه الليث بن سعد رحمه الله رحمة واسعة، والله ما اختلفنا في مسألة حتى وجدنا أصلها وفرعها عند عمر بن عبد العزيز. الأمهات دورهن في الحياة كبير، ولذلك علينا أن نكرمهن وعلينا أن نحسن إليهن. فكما قال شيخنا أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسني، صحابتي أو صحبتي يا رسول الله؟ فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لذلك يجب علينا أن نعيش أيامنا ونحن نقدم البر إليهن. فوالله لو تملك الإنسان مئات الشهادات وتملك آلاف العمارات والعقارات والأمتعة وليس مرضيا لأبيه أو أمه فهو الخسران، لم يكسب شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولست أريد أن أطيل عليكم، لكني أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أمهاتنا وأن يطيل في أعمارهن وأن يرزقهن حسن العمل وأن يرحم من سبقونا منهن إلى الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور أحمد نصار على هذه الكلمة.